الله معكن من جديد. المجوس علماء أصحاب منطق بيقروا الفلك، أصحاب سلطان جاه عندهم وهج ملوكي. بعض الأغاني والترانيم اللي بتسمعوها كتير منيح وبتحبوها ملوك المجوس أو الحكماء، حكماء من الشرق. هن ذكروا إخوتي بس بإنجيل متى الفصل 2، والنص بيقول إنهم إجوا من المشرق إلى أورشليم، ولأنه الإنجيل ذكر ثلاث هدايا تقدمت لطفل للولد، هيدا شيء شكل إذا بدي سميه قناعة عند كتير من اللي كانوا يشرحوا الكتب المقدسة إنهم كانوا ثلاثة مش أكتر، مع إنه الإنجيل ما بيذكر العدد. وقلت لكم ممكن تكون إجت قوافل، ممكن يكونوا أكتر من ثلاث مجوس، أكتر من ثلاث حكماء. هالأشخاص ما كان ناقصهم شيء إلا الله اللي إجوا يفتشوا عنه. بالرغم من كل الغنى اللي كانوا عم بيسبحوا فيه، اللي كان عندهم، بس كان عندهم شعور بقلبهم عم بحركش فيهم إنهم هني كمان ناقصهم شيء، بيفتقروا للمعنى. الله إخوتي ما بيترك حدا عم بفتش، كل حدا حابب يفتش الله بيكشف عن ذاته إله. بالعكس الله بيحكي كمان مع كل واحد منا على طريقته. الرعاة الله خطبهم بالملائكة بالبرية، المجوس خطبهم من خلال النجوم اللي كانوا عم بيراقبوها في كبد السماء، اللي كانوا يراقبوها واللي كانوا يدرسوها. ترك المجوس بلادهم ولحقوا النجم، وكان عندهم ثقة إنه النجم أخدهم على المطرح اللي فيه رح يتلاقوا ويلاقوا الجواب على تساؤلاتهم. المجوس أكيد استفزوا هيرودس مثل ما خبرتكن قبل مرة، أين المولود ملك اليهود؟ فإن قد رأينا نجمه في المشرق فوافينا فجئنا ومسرعين إجوا لنسجد له. متى الفصل 2 الآية 2. ركعوا قدام الحقيقة لمن لقوها. يعني المجوس إخوتي بيقدروا يكونوا، بدي أقول الكلمة، برتبة شهود. بيقدروا نعطيهم هاللقب رتبة شهود. ورجعوا من بعد ما حذرهم الملاك من طريق تاني عبلادهم. متى الفصل 2 الآية 12. ومش بس راحوا عبلادهم، راحوا وبشروا بالمولود، بالطفل، بما سمعوا، بما رأوا، بما شاهدوا، بكل الحالة النفسية اللي سكنت فيهم. فإذن المجوس هن كل حدا اجته الدعوة، دعوة بقلبه، ممكن تكون أنت هالدعوة اجتذبتهم ويمكن تجتذبك إليك صوب المسيح، حتى العالم الوثني إخوتي توجهت له دعوة. فإذا الدعوة ما توجهت بس لليهود، بوقتها ما بيقدروا اليهود يقولوا نحن فيفورت، إنه نحن الله خصصنا، لا، لأنه حتى العالم الوثني الله وجه له دعوة. المجوس هن كل حدا عم بفتش عن حدا مضيعه. أنتم مش مضيعين حدا إخوتي؟ مش مضيعين هل حدا؟ مع قل التعريف هالمجوس بيرمزوا ليلي تخلوا عن كل شيء تيلاقوا أو تيتلاقوا بالله. بالرغم من أنهم علماء انطلقوا برحلة طويلة غريبة متعبة، ولما ركعوا قدام طفل الطفل، ما بدي أقول طفل المزود وما بدي أغلط وأقولها، قدام الطفل بالبيت بدافع الإكرام، بدافع الحب، بحالة من الذهول والاندهاش للمظهر اللي تجسد فيه الله، تجسد كطفل بمزود، تجسد من حشا مريم وعم بيسمعوا الأخبار، مش كملك وجايين عم بفتشوا عملك. كتير مؤثر هالمشهد إخوتي، مشهد علماء عم بفتشوا عن الحقيقة، عم بفتشوا عن الجوهر، والجوهر صار قدامهم، تجلى قدامهم، ما أخدتهم بهرجات الحياة، نسيوا كل الأبهة وكل المجد وراحوا بكل بساطة تيقولوا نعم لهالملك الإله. وبالنهاية
صرتوا بتعرفوا كتير منيح إخوتي إنه عدد المجوس منه ثلاثة، ولكن ثلاث هدية تقدمت رح أرجع عيدن: الذهب، اللبان، والمر. وهيدي علامات ومدلولات كتير مهمة. أولاً هدية الذهب تقدم للملوك للعظماء، وبالنسبة للطفل الملك الإله كان إلى مدلول عقائدي، مدلول لاهوتي، مدلول روحي أو حتى نبوي. ومن الواضح أن الروح القدس هو اللي كشف وأرشد المجوس إلى اختيار هيدي الهدايا. وكيف تعامل الروح القدس مع المجوس؟ أولاً عم بيتعامل مع المجوس بخياراتهم. ومشان هيك الذهب لأنه يسوع هو ملك، اللبان لأنه يسوع هو إله متجسد، والمر لأنه يسوع سوف يتألم وسوف يموت، ونحن منعرف أنه قام من بين الأموات.